دي تواجد كتيف لرجال الوقاية المدنية، كذلك عناصر الأمن، السلطات المحلية بالمنطقة. لاحظوا الآن يتم إجلاء المرضى في هذه الأثناء. شارع موسى بن نصير، كما تلاحظون في هذه الأثناء بان لي راه ولات عندنا في الحال. حتى حصربوا بنادم ولا شناهو؟ ما عرفتش. باين لي بدا عاوتاني. لا هذه حسيت بها شويه فيها نوع من بحال. لا ماشي هادو، ما دايرين والو. لا ما كندوش على هادو خوتنا. شوف بنادم ديالنا حنا. خوتنا. السادي. الجرف الحي والقرعة ديالك. مرحبا خويا. في هذه الأثناء يتم إجلاء المرضى، يعني إنزال أمني كثيف هنا، السلطات المحلية، قوات المساعدة، يعني العديد من يعني لاحظوا يعني حضور أمني كثيف. يعني تطويق المكان بالكامل. هذه إجراءات أمنية كنحترموها. لاحظوا معنا راه يعني حضور أمني مكتف، حضور أمني مكتف في هذه الأثناء. الكل في هذه الأثناء حسب المعلومات المتوفرة حاليا فقد تم إجلاء المرضى، ولا زال هناك كاين واحد لا زون كيخدموا فيها، ماشي ولا زال هناك إذن هذه الضريبه ديال مهله المتاعب. حنا كنحاولوا نقلوا لكم الصوره، ولكن ضروري كاين بعض الامور اللي خص كتكون فيها اولويات، يعني الاولويه للامن هو الاول. عاد حسن حفره كل مجند. هذه هي مصحة معروفة بمدينة الدار البيضاء. الآن كما كتلاحظوا